الفنان السعودي حسن الخيرات مزج بين الموروث والألوان الحديثة، يمثل حالة فنية أقرب إلى الطرب والتطريب بصوت من سهولة هابة. موهبة تغلبت على التأتأة بالغناء وعزف العود، تميز عن رفقاه لحفظها للموروث السعودي، ولمع بالغناء لكبار المطربين مثل طلال مداح وعمر كدرس ومحمد عبده. أيضا ساهم خيرات في التلحين لكبار الشعراء مثل غازي القصيبي، عبد العزيز خوجة، كما قدم العديد من المبادرات الفنية لإبراز الهوية الوطنية للموسيقى السعودية. مبادرات كثيرة تقوم فيها للحفاظ على الهوية الغنائية السعودية، كيف يتجاوب معك المسؤولين عندما تقدم هذه المبادرات وإيش أهميتها لحفظ الموروث السعودي والأغنية السعودية؟ والله يا رب لك الحمد، يعني أنا تحظيت بالعمل مع عدة وزراء، من عبد العزيز خوجة صبحك الله بالخير إلى وزيرنا الحالي الأستاذ سلمان الدوسري، أقدم له كل الشكر على الدعم ورئيسي. أن تجد يعني الناس الكبار بيشاركوك أفكارك كأنه بيشاركك الشغف اللي أنت عايشه، لكن المسؤولين تمادون الرئيس يتسبب لك بالمضرة، بس اللهم لك الحمد دام فيه الحمد لله إيمان أنه إنه في شيء ثمين يجب أن يبرز، لأنه الوطن زاخر بكل شيء مميز مش موجود في الدول اللي من حولنا. طيب اليوم خليني أسألك، والناس ما تعرف ربما إنه حسن، أنا صدمت منك لما أتكلم معك، هذه التأتأة أو إن شاء الله هي يعني ربما أنت ولدت وكنت موجود فيها، لكن في الغناء حسن ثاني، واحد آخر. إحنا ودنا نسمع الجديد، لكن أنا قلبي مع معطر ومع باية، ما أقدر، لازم أسمع. حاضر. شليت، يلا يا حسن. حاضر. يا حبيبي. حاضر. شليت شليت قلبي، شليت قلبي بمعطر. بمعطر ومعبايا، الله حسيبك ما هو قبل بك اليوم 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 اليوم. يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت نمر ودالة ومرايا، لشان اشبع بمحلا قلبي محروم، لشان اشبع بمحلا قلبي محروم. عايش على حسك وصورة معايا مرسومة في معين، أبن عيني لك نوم، أبن عيني لك نوم، أبن عيني لك نوم.